سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جديد وفيديو جديد، اليوم ان شاء الله مسافره، غادي نشارك معكم السفر ديالي ان شاء الله. بديت معكم السفر غير في النص الطريق، دابا هنايا بدايه دكادير، غندخلوا لكادير ان شاء الله. كنت غنبدا لكم السفر من سلا الكازا، كازا لكادير. ساعه ما صورتش، بديت معكم في بداية دكادير، داخلة دكادير. بقاو معايا حتى لخرج الفيديو، اي بلاصة مشيت ليها غادي نشاركها معكم ان شاء الله. دابا حنايا وصلنا لكادير، ان شاء الله غادي نمشي للبلاد وغادي نصور لكم ان شاء الله اي بلاصة مشيت ليها. هنايا راه وصلنا عند لوسي، جينا عند لوسي. دابا العشية، كنصور لكم في العشية. دخلنا تغطينا وتكينا شوية، دابا راه وصلت العشية، ستة ونص دابا العشية. غادي نكمل معكم ان شاء الله البلايص اللي غادي نمشي ليهم، غادي نسافر ان شاء الله للبلاد، وعندنا شي مناسبة تما وغادي نصور لكم كل شيء ان شاء الله. هنا هي ولد بنتي تبع المشاش، دخلات لي تحت الطوموبيل، دخلت لي تحت الطوموبيل. اجي شوفوا هنايا الليمون، اجي شوفوا الليمون، اجي ولدي ها هو الليمون. هنايا لابوكا، نشوفوا لابوكا واش طابس، باقي قاصحة، هي قاصحة، تبارك الله. لابوكا عمرة بلابوكا قاصحة. شوف تبارك الله الشجرة ديال المون، هي فيها المون، قاصحة بخرى ما طابت. قاصحة بخرى ما طابت. هنايا خرجنا للجردة نديرو كاسكروط، قلنا لوسي حنا بغينا الجردة نديرو فيها كاسكروط، باردة، عجبنا هاد البلاصة نديرو فيها كاسكروط. هنايا البنات غد ليه في الصباح مشينا لواحد السوق فايت ملول، مشينا في الصباح، كيكون في الصباح خاوي، العشية كيكون عامر. هنايا بلاصة المواعن وبلاصة الحوايج كيكون خاوي في الصباح، ما بلاصة الخضرة عامرة دابا بالناس. صورت لكم غير هنايا بلاصة المواعن والحوايج، درنا غير شوية في هاد البلايص اللي معطين، ما قدرناش نزيدو مازال، الصهد بزاف. احنا دابا راجعين للدار، نمشيو للدار اللي فايت من اللول نجلسو فيها شوية، ما قدرناش ندورو في الشمس، الصهد بزاف. نطلعو حنايا للدار نلبسو فيها، تمشيو الدراري قديم الغرض ديالهم، عاد نهبطو نمشيو ان شاء الله للدار الاخرى. هنايا الدار عمارة بيت ملون، كتعجبني هاد العمارة، زوينة بزاف، ما شفتو فيها، ما شفتو هاد العمارات زوينين. هنايا كاينة الساحة، كاينين الكراجات تما كيلعبو فيها الدراري. هنايا في عمارة، كل عمارة عندها الباب ديالها. غادي ندخلو للدار وغنصور لكم من الفوق. هاد الطيور زوينين، كيعجبوني هاد الطيور اللي فايت من اللول، شنو بغا فيهم مساحة كبيرة. هاد العمارات زوينين صحاح، ماشي بحال دوك البارتمات اللي كيكونوا
كيكونوا مصحاحين اش كيكونوا فيهم مشاكل. هاد العمارات زوينين كاملين اللي كاينين كاملين في هاد البلاصة، هادو كاملين زوينين صحاح كما كتشوفوا. دابا غادي نصور لكم برا، شفتوا دابا كاينه الساحه لتحت وفيها الحوانت، وهنايا الفوق كيدوزو فيه الناس وكيدخلوا للعمارات ديالهم. كل عماره فيها 6 ديال البارتمات، ولكن بارتمات كلهم زوينين ما فيهم لا مشاكل لا والو صحاح. احسن بارتمات هما هادو زيت من لون. اللي كيعجبني فيها بزاف الجيران زوينين، ولادي كنجيبهم ديما العطلة لهنايا كيلعبوا هنايا، كبروا هنايا العطلة ديما كنجيبهم هنايا كيلعبوا مع الدراري في الساحة، والبيبان كيتسدوا وكاين النعساس ما كاينش اللي يخرج لك الدري ياكل الشانطي ولا كما كتشوفوا هنايا تلعبوا الدراري حتى في الليل كيخرجوا يلعبوا تما ما يخافوا والو. هنايا البنات صافي وصلنا للدار، غنتغداو ان شاء الله وغندير الحنة ونشارك معكم ان شاء الله حتى انا غنسافر ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا ما كاينش اللي يسفرني يتغداو ونعسو، وجيت انا ندير شويه كنت غندير النقش ما ساعه صافي درت غير اللصق هذا في السكوتش. صراحه حتى السكوتش كيجي زوين. المهم البنات هنايا من بعد